الفنانة سكينة درابيل في فخ نمطية بعد مشاركتها في عملين رمضانيين لهذه السنة على القناة الأولى. الأول موسوم بعنوان همي ولد عمي لمخرجه هشام العسري، والثاني تحت عنوان علال وكاميليا لمخرجه عبد الحق الشعبي. متتبعون عتبوا عليها ظهورها في أدوار يطبعها التكرار. العمل الأول تجسد فيه دور فتاة قروية تعيش في البادية وتقوم رفقة أقربائها بزيارة لابن عمها وزوجته لمياء. الأحداث تتحول إلى صراعات يومية بعد محاولة الزوجة افتعال المقالب للتخلص من ضيوفها. العمل الثاني ينقل الحياة اليومية لزوجين هما علال وكاميليا. هذه الأخيرة تنتقل للعيش مع زوجها في البادية، ولم تكن تظن أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.